المسطر الأول في هذه المجموعة على منتخب جمهورية أيرلندا بأربع أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة تألق فيها كابتن المنتخب الويلسي ونجم النادي الملكي نجم ريال ليعلن عن انطلاقة الشوط الأول من هذه المباراة. بالفعل أطلقها الآن ركلة كأس العالم، خرج بركلات الترجيح في دور 16 أمام المنتخب الكرواتي. هذه محاولة وهناك خطأ، ركلة حرة لصالح المنتخب، خطأ للمنتخب الويلزي في مكان خطير على حدود منطقة الجزاء. من جديد أرون رامسي، نقلات ومحاولات وسقوط ودي وهناك ودي أمام بولسون من جديد صاحب الأصول التنزانية، أيضا محاولة لتأخذ ودي أرون رامسي من جديد بيفكر يسدد، سدد كرة قوية مرة تعلى المرمى إلى ركلة مرة، تسديدة قوية من جانب أرون رامسي من موسم 90-91 حتى موسم الفيمنا، واستلام من جانب أرون رامسي اللي بيلعب كرة عرضية خطيرة تبعد وهناك خطأ على جاريث بيل، خطأ على جاريث بيل، دفع في ظهر سايمون كاير ما بين لاعب الريال ولاعب إيش دالسجارد، كرة في الأمام وصلت لكريستيان إريكسن، ممكن تسديده والتسديدة مرت بعيدة إلى ركلة مرمى، تسديدة مرت بعيدة إلى ركلة مرمى لصالح المنتخب الويلزي. جاءت التسديدة، بيل يريد صغرة من أجل التسديد، جاريث بيل يلعب كرة عالية في الأمام داخل، فرصة الآن للتسديد والتسديدة مرت، شمايكل يا ولد، شمايكل يا ولد يا ولد يا ولد يا كاسبر شمايكل ابن الوزع عوام، كاسبر شمايكل والده العظيم في تاريخ المنتخب الدنماركي، فوز بهدفين مقابل لا شيء في المباراة النهائية على ألمانيا بالوقت اللي كانت فيه. طبعا الدنمارك لن تتأهم. لورانس بالقدم اليمنى يلعب كرة عالية خطيرة، خطيرة تبعد من كاير بضربة رأس وهناك راية وصافرة وحالة تسلل على المنتخب الويلز، تسلل على يلعب كرة على الأرض خطيرة، خطيرة، فرصة 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 مش ممكن، مارتن 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 والانطلاقة تأتي من جانب بريسويت لكن يسطي تصنيف طبعا كان من شهر نوفمبر 2017. دي تسديدة فين يا إريكسن، فين يا إريكسن، تسديدة في السماء يا كريستيان إريكسن. بالتالي التصنيف طبعا اختلف الآن، يعني نتحدث الدرجات في الدوريات، رمي التماس قوية على القائم الأول، خطيرة تبعد من جانب تشيستر في اللحظة الأخيرة، وبعدت من جانب تشيستر في اللحظة الأخيرة، رمي التماس جاءت قوية جدا من جانب المميز سايمون كاير، هذه سايمون نشوف اللمسات الأنيقة، إريكسن يلعب على طول، يا سلام، الله الله على التسديدة يا ولد، خدها على الطاير توماس ديليني، مش ممكن مش ممكن على التسديدة، لو ما بين القائمين والعرض هدف أكيد، هذه في الإعادة أعطاله هدية والتسديدة. سايمون كاير بيلعب على طول كرة طويلة القطرية في الأمام للأرسن، استلام اللي أبرز ميزة فيه هي سرعته، كرة من جديد بقت كرة طويلة في الأمام بريسويت لكن من أمامه يبعد من جانب جاريث بيل، جاريث بيل، جاريث بيل يا ولد يا ولد يا ولد على التسديدة القاطرة الويلزية، جاريث بيل ينطلق الآن بسرعته ويرسل تسديدة مقصية عرضية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس لدالسجارد، يلعب على طول إريكسن، تسديدة جول 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 كريستيان إريكسن، يضرب المنتخب الدنماركي الآن بالهدف الأول في هذه المباراة. كريستيان إريكسن استلام روعة وتسديدة لكريستيان إريكسن ترتد من القائم إلى داخل الشباك وتعلن عن هدف الأسبقية في هذه المباراة للمنتخب الدنماركي. هذه الكرة من بدايتها دالسجارد يلعبها على طول لإريكسن، تسديدة من القائم إلى داخل الشباك، تغيير اتجاه اللعب ايضا كان رائع للمدافع الايمن هنريك دالسجارد والتمرير لإريكسن، وكس بيل في الامام على اليمين، جاريث بيل، جاريث بيل، جاريث بيل داخل منطقة الجزاء، مر 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 الارسن، تسديدة تعود وبيوني سيستو، الله على التسديدة، الله على التسديدة من جانب بيوني سيستو، ووين هنسي ينقذ هدف اكيد، ينقذ هدف اكيد. هذه محاولة ولزية
وتمريرة في الأمام، فرصة 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 مش ممكن. سعيد هريدي الركنية للمنتخب الدنماركي، مرت في الشباك الخارجية وسايمون كاير في الوقت المناسب، لكن يا ولد أرون رامسي لورانس على الجانب الأيمن، لورانس يلعب كرة عالية مرت وتبعد بغير، يريد ثغرة للتسديد، جاريس بيل مرر كرة داخل منطقة الجزاء خطيرة، مرت إلى ركلة مرمى، مرت من جانب بين ديفيس. هذه جاريس بيل خدع الجميع بهذه التمريره، جاريس بيل وبين ديفيز مش ممكن، بين ديفيز لو تويت مارتين واحد على واحد خطير ممكن يمر، لكن امامه جيمس تشستر يانج ليطلق الان مشاهدينا متابعينا في كل مكان. الحكم الدولي الالماني دينيز ايتكين صافرته ويعلن ينتصر في النهايه جاريس بيل مش ووصلت لديليني اللي بيعلي كورته خطيره، بولسون بيعيدها سهله طول لمارتي بريسويت، كوره خطيره لبريسويت مش ممكن، بريسويت كان لازم يسيب اريكسن، كان لازم يتركها لكريستيان اريكسن، لكنه طمع في التسديد وسدد كره في الشباك الخارجيه، وامامنا كريستيان اريكسن، جول لكريستيان اريكسن. الدنمارك قدم الان بالهدف الثاني من علامه الجزاء عن طريق كريستيان اريكسن اللي بيسجل هدفه الخامس عشر في اخر 18 مباراه دوليه مع المنتخب الدنماركي، 15 هدف دولي.